النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك صفوة الإسلامي. LG. المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل من نظف عملاق. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. المركزية، وكلاء تويوتا ولكزس. سبوي. شيفت، حوالات مالية فورية. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا متابعي طقس العرب الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وصحة. نقدم لكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية الخاصة بهذا اليوم الخميس وخلال الأيام القليلة القادمة، وكما نعلم هي مصورة ومسجلة من المنزل. نبدأ معكم هذه النشرة الجوية باستعراض لأهم محاور الطقس المتوقع خلال الفترة القادمة. سادت الخميس أجواء مائلة البرودة في عموم المناطق، لكن خفت سرعة الرياح الغربية مقارنة بالأمس الأربعاء، حيث كانت قوية السرعة في حين تراجعت سرعتها النهار يوم الخميس، مما أعطى شعورا بارتفاع واضح في درجات حرارة مقارنة بيوم الأربعاء. توقعات الخاصة بالأيام القادمة تحمل المزيد من الارتفاع في درجات حرارة، حيث يتوقع تأثير مرتفع جوي في طبقات الجو كافة على المملكة نهار هذا اليوم، نهار غدا الجمعة العفو. كذلك الحال مع ساعات صباح السبت، مما يعمل على أن يطرأ المزيد من الارتفاع في الحرارة لتصبح الأجواء ربيعية لطيفة في معظم مناطق المملكة، وتكون درجات الحرارة ضمن أو في سياق معدلاتها الاعتيادية في مثل هذا الوقت من العام، حيث يبلغ معدل العظمى في العاصمة عمان تقريبا بحدود 20 درجة مئوية لمثل هذا الوقت من العام من بداية نيسان من كل سنة، في حين تشير التوقعات إلى تقدم منخفض جوي خماسيني جديد نحو المملكة وسائر المنطقة، وذلك يومي الأحد والاثنين. يسبق هذا المنخفض الجوي الخماسيني باندفاع لكتلة هوائية أكثر حرارة وجفافة من المعتاد على غير العادة صوب المملكة، مما يؤدي إلى الدفع بدرجات حرارة نحو المزيد من الارتفاع، وذلك يوم عصر ومساء السبت. كذلك الحال يوم الأحد، لتصل الحارة يوم الأحد إلى حدود 30 درجة مئوية في العاصمة عمان والعديد من المدن الأردنية، في حين تتجاوز حاجز 35 درجة مئوية في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع زيادة تدريجية في تركيز الغبار في الأجواء اعتبارا من ليل السبت على الأحد، وتستمر هذه الأجواء المغبرة طوال يوم الأحد وحتى يوم الاثنين بمشيئة الله، حيث تعاود درجات حرارة انخفاضها. ننتقل معكم الآن للحديث حول آخر صور الأقمار الاصطناعية والتي توضح حركة السحب من حولنا. نلاحظ معكم خلال نهار هذا اليوم الخميس، غطت المملكة طبقات مختلفة من السحب المنخفضة الارتفاع في أجزاء متعددة من المملكة، لكن تراجع الغطاء السحابي مقارنة بالأمس الأربعاء، وتوقعات بأن يتراجع الغطاء السحابي بشكل إضافي خلال يوم غدا الجمعة مع ظهور بعض السحب العالية من النوع غير الممطر. طبعا ننتقل معكم الآن للحديث حول آخر توقعات درجات الحرارة في طبقات الجو المنخفضة خلال الأيام القليلة القادمة. نلاحظ معكم ارتفاعات تدريجية وملموسة على الحرارة بدءا من هذا اليوم الخميس، وتزايد هذا الارتفاع مع ساعات نهار يوم غدا الجمعة والسبت، بحيث تصل العظمى في عمان يوم الجمعة إلى حدود 20 درجة مئوية، في حين تصل السبت إلى حدود 25 درجة مئوية، وتقترب يوم الأحد من حدود 30 درجة مئوية في العاصمة عمان، في حين تبدأ درجات حارة انخفاضها التدريجي والملموس أيضا اعتبارا من يوم الاثنين، لكن مع بقاء الأجواء مغبرة ليوم الاثنين. لاحظوا معي هذه الألوان الداكنة يوم السبت والأحد، والتي تدل على ارتفاع درجات حارة بشكل واضح وملموس عن معدلاتها المعتادة، في حين تبدأ هذه الألوان الداكنة بالتراجع يوم الاثنين مع انخفاض درجات حارة المتوقعة. ننتقل معكم الآن للحديث حول درجات حارة المتوقعة والحالة الجوية في الليلة القادمة في العاصمة عمان. لا تزال الأجواء مائلة البرودة أو باردة حتى مع ساعات الليلة القادمة، مع ظهور بعض السحب
تسحب على ارتفاعات مختلفة ودرجات حارة إجمالا باردة في العاصمة عمان والمدن الأردنية. التوقعات الخاصة بالثلاث أيام القادمة كما تحدثنا هنالك ارتفاعات تدريجية وملموسة على الحارة خلال الأيام القادمة لتصبح حول معدلاتها الجمعة، في حين تتجاوز هذه المعدلات يوم السبت بواقع 5 درجات مئوية، في حين يكون هذا التجاوز على المعدلات السنوية العامة يوم الأحد بحدود 10 درجات مئوية، حيث تسود أجواء أكثر حرارة وأكثر جفافا من المعتاد نظرا لوجود هذه الكتل الهوائية الحارة نسبيا في مقدمة هذا المنخفض الجوي الخماسيني، وبالتالي أجواء حارة نسبيا مغبرة وجافة تسود المملكة يوم الأحد، حيث تتجاوز أيضا كما تحدثنا الحارة حاجز 35 درجة مئوية في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة. لكن ذلك لا يعني بداية الصيف، توقعات بانخفاض تدريجي وملموس على الحارة اعتبارا من يوم الاثنين وتولي انخفاضها خلال بقية الأسبوع القادم لتتدلنا حتى عن معدلاتها المعتادة في مثل هذا الوقت من العام. الحديث هنا عن توقعات الخاصة بمنتصف ونهاية الأسبوع القادم. إذن كان كل ذلك من هنا من طقس العرب من المنزل حتى اللحظة. إلى اللقاء.